أما كرة قدم وقت اللي الهرم متاع الكرة اللي يسير في الكرة متناحر بين بعض. بالضبط. واليوم عنا مباراة في جوا قريبا جدا مفصلية ضد غينيا الاستوائية لتحقيق حلم هذا الشعب والمرء إلى المونديال. نستخلصوا من الحكاية هذه الكل، ما فماش نوايا صافية، فما نوايا مبيتة، فما إقصاء بطرق غير يعني قانونية، وهذا الكل أنا نشوفه مش في صالح كرة قدم التونسية. يعني بصراحة فما أطراف وأيدي خفية تشوف تضر كرة قدم التونسية. تشوف أكيد أكيد والله يظل ولينا نحاربوا في الرياضة أكثر من الفساد. لا ولينا نحاربوا في بعضنا الحق في تونس نحاربوا في بعضنا سفريد الحق. والله أنا من قبيلة قاعد نسمع سامحوني، والله سامحوني يا راسي وجحني بالحق بيسترو برشا مشاكل برشا، وفين وين ماشيين وين نحبوا نوصلوا يا خويا تيمشيو ديريكت وكو السلام عليكم. شنو ديريكت؟ فما قوانين فما اجراءات، شو ديريكت؟ لا يا خالد عايش خويا توا احنا من قبيله واحنا نحكي ونحكي 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 عن القوانين اللي تحكي عليها انت، احنا قاعدين نخترقوا كان في القوانين في البلاد. احنا ساعات باخي توا كان يحكي ويفسر. احنا قاعدين نخترقوا في القوانين. واحنا قاعدين ماشيين كيف ما صارت لنا في المشكله نتاع اللجنه نتاع مكافحه المعشتات. هنا ماشيين احنا المشكله اكبر. اللي ممكن ينجم تكون التداعيات نتاعو اكبر. دونك الحقيقه بصراحه نحاربوا في الرياضه والرياضيين. اي نحاربوا بالحق سبحان الله. احنا الضرب وتو تهنينا عليه وهبط.